السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن مرحبا بكم في فيديو جديد تتم للدورة التكوينية حول برنامج سكراتش. إذن اليوم مع درس جديد ودرس مهم جدا وهو المتغيرات. إذن ما يمكنش يكون شي برنامج مصوب وما تستعملش فيه المتغيرات. إذن غادي نشوفوا شنو هما هاد المتغيرات، ليش تصلحوا لنا هاد المتغيرات، غادي نطبقوهم في برنامج سكراتش. اذا للحصول على المعلومات نحتاج الى المعطيات، حيث نقوم بادخالها الى الحاسوب فيتم تخزينها مؤقتا في المتغيرات من اجل معالجتها وتحويلها الى معلومات مفيده. مزيان، بمعنى اول حاجه كندخلوا لي دوني لورديناتور وكيتسناو هادو المدخلات. هاد المدخلات تقوم الحاسوب بالمعالجه ديالها او تخيطلو، من بعد تيدير المعالجه تيخرجوا لنا لي دوني او لي زانفورماسيون سورتي اللي كيتسناو لنا المخرجات. مثال ديال كارد غيشي، ان باش نجبدو الفلوس خصنا كارد غيشي، داكوغ، ها هما كيتسناو، هادو هما المدخلات. كندخلو الكارد غيشي أو البطاقة، من بعد ملي كندخلو البطاقة كتلاحظو كيفيريفيي هاد البطاقة هادي، كندخل الكود اتسيتيرا، يقوم بالمعالجه ديالها، يعني كيشوف واش صالحه واش ماشي صالحه، الثمن اللي غادي تدخل كيقوم بالمعالجه ديالو، واش الكونط عندك فيه او ما عندكش، يعني هذه العمليات كامله كتسمى المعالجه. ومن بعد بطبيعه الحال كيخرجوا الفلوس اللي هما المخرجات. مزيان، ندوزو نعرفوا ما هو المتغير. المتغير ماذا؟ وهو عبارة عن مكان محجوز في ذاكرة الحاسوب نستعمله لتخزين قيمة ما والرجوع إليها أثناء تشغيل البرنامج. بمعنى هو واحد المكان محجوز في واحد الذاكرة ديال الحاسوب في الأورديناتور، كنستعملوه لتخزين واحد القيمة ما والرجوع إليها فوقاش ما بغينا أو فوقاش ما احتاجيناها في البرنامج. إذا غادي نديرو واحد المثال باش نكونوا عمليين. اذا غادي ندخلوا البرنامج سكراتش، هذا هو برنامج سكراتش. اذا شلنا بطبيعه الحال يعني واجهه البرنامج وشلنا كيفيه العمل على البرنامج وهذه اللبنات الى غير ذلك. اذا هنا غادي نمشي مباشره لتحت، كاين الاحداث، كاين التحكم، كاين التحسس، ثم كاين العمليات، ولتحت عندنا المتغيرات. المتغيرات مزيان. إذا هنا كنلقاو متغير، كنلقاو هنا الفوق إنشاء متغير، كنلقاو هنا ما فاريابل، كنلقاو هنا اجعل ما فاريابل مساويا لصفر، ثم غير ما فاريابل بمقدار واحد. يعني بحال اللي كتشوفوا في السكور في اللعاب، كتلاحظوا ملي كتكون تتلعب شي لعبة كتلقى أنك ملي كتخسر كيعطيك مثلا ناقص واحد ولا ناقص جوج ولا ناقص ثلاثة ولا على الحساب، ولا نجحتي كيدير لك هنا زائد نقطة إلى غير ذلك. هنا خلاص أظهر ثم اختبئ المتغير، يعني إلا بغيتي تخبئو أو تظهرو. إذا غادي ناخدو مثال. هنا أول حاجة غنضغطو على إنشاء متغير، كنضغطو على إنشاء متغير، كيعطينا اسم المتغير. هنا كيعطيك لجميع الكائنات، يعني إلا كان عندك الكائنات بزاف، أنا بالنسبة لي عندي غير القط فقط، كنضغط على إلا بغيتي هذا المتغير تخدمو لجميع الكائنات إلا كان عندك الكائنات بزاف، اولا لهذا المتغير اللي كان عندك غير كائن واحد، وكتضغط هنا مثلا تسمي المتغير. انا غادي نسميه مثلا الاسم، مثلا الاسم، متغير اسمه اسم مثلا، ندير موافق. لاحظوا معايا كيعطيني هنا تي افيشي لي الاسم صفر، يعني اعطاه القيمه صفر. وهنا كيعطيك هنا الا بغيتي تبينو او لو بغيتو تكاشيه هنايا هذا المتغير هذا. مزيان، هنا الا جينا هنا كنلقاو اجعل ما فاريابل، لاحظوا معايا ملي كنضغط انا على ما فاريابل كيعطيني
هنا الفاريابل ديالي اللي سميتو الاسم مثلا. مزيان، غنقولوا البرنامج ياك نطلبوا منه يقول لنا ندخلوا السميه ديالنا، وهذيك السميه ديالنا غيخبعها ونولي نقولوا ليه مثلا ارجعها لنا على حسب التعريف اللي قلنا المتغير. نعطيو مثال، دائما قلنا كنمشيو للاحداث كنضغطوا على عند النقر، ناخذوا مثلا هنا عند النقر، نحاول نكبر هذه شويه، عند النقر، عند النقر غادي نقولوا ليه مثلا اول حاجه نقدروا نقولوا ليه السلام عليكم. اذا ماشي مشكل هنا، اول حاجه يقول لنا السلام عليكم، لاحظوا لا نقرنا هنا، يقول لنا السلام عليكم لمده ثانيتين. مزيان، غنقولوا ليه دابا نطلبوا من ليتيليزاتور او المستعمل يدخل الاسم ديالو، داكوغ، يدخل الاسم ديالو. اذا غادي نمشيو للتحسس، ها هي عندنا تحسس، وغنلقاو هنا اسال ما اسمك، اسال ما اسمك، نقدروا هنا نبدلها بما اسمك، المرجو، نكتبوا مثلا المرجو ادخال اسمك وانتظر، المرجو ادخال اسمك وانتظر. لاحظوا معايا هنا لا درنا ليكزيكيسيون، نضغطوا هنا شنو غادي يدير، يقول لنا السلام عليكم، ثم غادي يسولنا سؤال المرجو ادخال اسمك وانتظر، نضغطوا، لاحظوا معايا قال لنا السلام عليكم وقال لنا هنا المرجو ادخال اسمك، هنا كيتسنى منا ندخلوا اسم، مثلا نكتب الحسن، لحسن، ونضغط هنا على اوكي على هاد فاليدي، ولا ندير اونتري بحال بحال، واخا شكون يقول لي شنو وقع دابا؟ لاحظوا معايا انا دخلت الحسن، لاحظوا معايا هنا الفوق باقي تيعطيني هنا صفر، اذا اش خاصني نقول ليه دابا؟ خاصني نقول ليه هاد الحسن اللي دخلتها لك دخلها ليا في هاد المتغير اللي اسمه الحسن، خزنها ليا في المتغير الحسن، ربما نحتاجها من بعد. اذا غادي نمشيو لفاريابل المتغيرات ونقولوا ليه اجعل، ها هو اجعل الاسم مساويا لي، لماذا؟ لي داك الاجابه اللي انت دخلتي، دخلتي رشيد خصو يدخلها لك في رشيد، دخلتي حكيم غيدخلها لك في حكيم. اذا يعني شنو الاجابه اللي انت درتي الاجابه ديالها؟ اذا غادي نمشيو لهذا التحسس ونقلبوا على ريبونس، يعني الريبونس هي الاجابه اللي دخلتي، يعني دخلتي رشيد هذيك هي الاجابه، إجابة ديال المستعمل. اذا هذه الاجابه فين غنديرها؟ غادي نقول لها اجعل الاسم مساويا للاجابه، هنا نجيب هنا نحط هنا الاجابه صفر، داكو مزيان. لاحظوا معايا شنو غيطرى دابا، غادي نضغط على السلام عليكم، ها هو قال لي المرجو ادخال اسمك، غادي ندخل الحسن، لاحظوا معايا شنو غادي يوقع دابا، الحسن غندير اونتري، لاحظوا معايا هنا الفوق ها هو دخل لي الحسن في الفاريابل او المتغير اللي سميتو الاسم. نقدر نقول ليه مثلا مره اخرى، نقول ليه مثلا افيشي لي الاسم ديالي اللي سميتو الحسن، ايت افيش، نقول اسمي الحسن مثلا. اذا كيفاش غادي نقول ليها؟ غادي نجيب ميساج يعني في المظهر ونقول ليه هنا، نجي نقول مثلا نقدر نقول ليه هنا وليو باش يقول السلام عليكم، بلاصه السلام عليكم غادي يدير ليا شنو يدير ليا اللي يعني المتغير اللي مخزونه فيه الاجابه، داكوغ. اذا غادي نمشي نقلب على الفاريابل اللي سميتو الحسن، هو هذا اللي سميتو الاسم هذا، داكوغ. شنو غايدير؟ غايقول لنا في الاول السلام عليكم، من بعد يسولنا، من بعد هذيك الاجابه اللي دخلنا، اذا هذيك الاجابه اللي دخلنا يدخلها لنا في المتغير اللي سميتو الاسم، من بعد شنو غايدير؟ غايجيب لنا ميساج مكتوبه فيه الحسن، نشوفو السلام عليكم،
نديرو مثلا رشيد، رشيد ديرو اونتري. لاحظوا معايا كتبت لي الفوق رشيد وجاني الميساج هنا رشيد. اذا هنا ممكن نغير المده، ندير 5 ديال الثواني تبقى لي مثلا هنا رشيد. لاحظوا معايا السلام عليكم، المرجو ادخال الاسم مثلا غادي ندير الحسن، ندير اونتري. لاحظوا معايا هذا الحسن غادي تدخل في المتغير اللي سميتو الاسم تخبى، ونولي ندومونديها نغوت ليها نقول لها افيشي لي السميه، ها هو يقول لي الحسن. واضحه الامور؟ مزيان. نقدر نزيد شي تحسينات على هاد على هاد على هاد، ما يجيش الاسم، نقدر نقول اسمي الحسن مثلا. لاحظوا معايا الا مشينا لهاد العمليات كنلقاو بزاف هنا ديال العمليات، نقدروا نديروا العمليات هنايا اللي عجبنا. من بعد حنا غادي نشوفوا ان شاء الله مثال اخر. لاحظوا معايا كنلقاو هنا واحد مثلا هنا اربط تفاحه موزه مثلا، غادي هاد هاد هذا بحال اللي غير ربطنا مثلا، نقدر نكتب هنا شي حاجه ويربطها ليا هنايا بالاسم مثلا. نقدر نجي لهنا بلاصه هذا الاسم، السلام عليكم، شنو ندير؟ نقول هنا اسمي، اسمي مثلا، اسمي هو، وندير جوج نقاط مثلا لو بغيت، ونجيب هاد هاد هنا بلاصه موزه نجيب هنا، مش هو هنا غنجيبها هنا وغيجيبها ليا في ميساج، يقول لي اسمي هو، ويكتب لي ديك السميه اللي دخلت اللي هي مخزونه في الفاريابل او المتغير اللي سميتو الاسم. اذا غادي نجرب السلام عليكم، لاحظوا معايا تقول المرجو ادخل اسمك، نقول لي مثلا الحسن، ندير اونتري، او يقول لي اسمي هو الحسن لمده 5 ديال الثواني. اذا ان شاء الله غنشوفوا في فيديوهات اخرين يعني تتم لهاد المتغيرات باش نفهموا هاد المتغيرات بشكل واضح جدا.